السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة الشوكولاتة اللي هي جاتو شاتو، بطريقة بسيطة جدا وسهلة، وهنتعلمها كده مع بعض نشوف الطريقة. يلا بينا. اول حاجة هنا معايا البيض، ومعايا كاكاو، معلقتين كاكاو واربع بيضات، وده كريم شانتيه علشان التزيين، وفورماسيه وفانيليا، ودي معلقتين قهوة بالبندق، بتدي طعم حلو قوي في الكيكة، والشوكولاتة بيبقى طعمها حلو قوي. والدقيق 4 كوبايات دقيق، نخليهم كويس، والبيكنج باودر بتاعنا، ولبن وزيت. دي كده المقادير بتاعتنا اللي هنعمل بيها الكيكة او الشاتو جاتو. هنا كده بقى يا بنات، جبت السكر، معلش عشان كنت نسيته، وجبت البولة اللي هاكن فيها، وهبتدي اكسر البيض كده علشان اضربه مع السكر والزيت والفانيليا بالمضرب الكهربائي. لو ما عندكيش مضرب كهربائي، بالمضرب اليدوي عادي، يعني يعني الكيكة هتتنفش وهتبقى كويسة يعني. اهو كده حطيت البيض، وهنزل بقى بالفانيليا والسكر علشان اضربهم مع بعض، مش اقل من 10 دقايق تضربيهم بالمضرب علشان الكيكة تطلع سبونش معاكي وتطلع نفشة معاكي. اهو كده هبتدي بقى اضربها بالمضرب على اول سرعة، بعديها بشوية هزود السرعة علشان يبقى البيض معانا كده فوم، ويدخل له هوا يعني، والكيكة تطلع معانا مظبوطة. هنا بقى كده هنزل بالسكر، والسكر بقى حسب ما انت ما بتحبي يعني، لو عايزة لو بتحبي الحلويات بتاعتك تكون مسكرة قوي فزودي كمية السكر، لو مش عايزاها مسكرة قوي يعني السكر ده يرجع لكم زي ما تحبي. وهنا كده حطيت الزيت، انا مش بطبخ بسمنة خالص، مش بستخدم ولا سمنة ولا زبدة في الاكل، اكلي وحلوياتي كلها بالزيت اللي هو السلايد ده، علشان تبقى الحاجة خفيفة يعني. انت عايزة تعمليها بزبدة، عايزة تعمليها بسمنة، دي حاجة ترجعلك. بعد كده هنزل بقى بمعلقتين القهوة، انا حطيت نصهم هنا والنص التاني هحطه على صوص الشوكولاتة علشان تدي طعم القهوة، طعم الكوفي كده، هيبقى طعمها حلو او جربوها مش هتخسروا حاجة وهتعجبكم ان شاء الله. ما تنسوش بقى اللايك يا بنات علشان الفيديو يترفع، وتشجعوني بكومنتاتكم الجميلة علشان اتشجع اكتر واعمل لكم فيديوهات اكتر. هنا كده نزلت معلقة كاكاو، هي في ناس بتعمل الكيكة دي بطريقة تانية، ان هي بتعمل صوص الشوكولاتة الاول وبتاخد جزء منه تعمل بيه كيكة، والجزء التاني بتشيله لما الكيكة تطلع بنحطها عليها، بس انا يعني حبيت النهاردة اعملها لكم بطريقة مختلفة. ان شاء الله هعمل لكم الطريقة التانية، وهعمل لكم وصفات كتير بإذن الله. تابعوني واشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد، وتفعلوا اول تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتدوسوا على اول اختيار عشان يوصل لكم كل جديد بإذن الله. هنا كده بقى الدقيق بتاعي حطيت عليه 3 معالق بيكنج باودر علشان تنفش معايا، وحطيت ذرة ملح. عودي نفسك كده اي كيكة اي مخبوزات ذرة الملح ديت عشان تحسن معاكي الحاجة. هنا بقى كده هنزل بالدقيق واحدة واحدة، وهبتدي هضرب بالمضرب لغاية ما العجينة تتماسك مع بعضيها، وبعد كده هزود لبن، لما تتقل منك اول عجينة زوديها لبن. هنزل بقى بالكمية التانية،
وزودت لبن علشان خاطر الكيكة تبقى قوامها مظبوط. وهرجع اضرب بالمضرب تاني. انت ممكن تعمليها بايديكي او بمعلقة، بس انا يعني اختصارا للوقت بلمها بالمضرب. هزود كمية لبن كمان وهبتدي اجمع العجينة مع الدقيق بالشكل ده. هكمل بقى المرحلة دي بالمعلقة، وتكون معلقة خشب ما تكونش معدن. اهي هبتدي الم الكيكة بتاعتي كده واخلي الدقيق مع العجينة بتاعت الكيكة يتماسكوا مع بعض بالشكل ده. انا بقى كده جبت الصينية بتاعتي ودهنتها شوية زيت بالفرشة كده وعفرتها بكاكاو مش بدقيق. لو كيكة بيضة عفريها بدقيق، لو كيكة غامقة بالشوكولاتة يعني الافضل ان انت تعفري الصينية القالب بتاعتك بالكاكاو. لو صينية تيفال يعني مش ملهاش لازمة الخطوة دي، هي بتدينيها زبدة او زيت وخلاص. بس انا بعمل الكاكاو كده او الدقيق عشان ما تلزقش. هنا بقى كده هعمل صوص الشوكولاتة. كده نزلت بالسكر وبالكاكاو المعلقتين التانيين. هي الكيكة احتاجت معايا 4 معالق كاكاو ومعلقتين القهوة. لو ما عندكيش قهوة بالبندق ممكن نسكافيه اللي هو 3 في 1 ده، او كوفي ميكس او كابتشينو بالبندق، هتدي نفس الطعم برضه. وحطيت شوية فانيليا، وهعاير بقى الكوباية اللي كان فيها السكر هعاير بها اللبن علشان يطلع معايا الصوص مظبوط. وهنا كده بالهاند بلندر هبتدي اعمل الصوص بتاع الشوكولاتة. ممكن تعمليه في الخلاط عادي، بس انا استسهلت الهاند بلندر. انت لو ما عندكيش هاند بلندر ممكن تعمليه في الخلاط عادي. هنا بقى كده هنزل بالزيت لحد ما الصوص يربط معايا وقوامه يتقل. اهو كده هنا كده صوص الشوكولاتة جهز معايا. اشيله بقى في التلاجة على ما الكيكة تستوي. انا دخلتها الفرن على درجة حرارة 180، كنت مسخنة الفرن قبليها وبعملها من تحت بس مش بسويها من فوق. هنا كده بقى هعمل الكريم شانتيه. حطيت 2 معالق كريم شانتيه، وده لبن كنت حاطاه في الفريزر، لبن متلج. وهبتدي اضربه بالمضرب. بصي اول لو عايزه من كميه كريم شانتيه صغيره تطلعي كميه كبيره، كل ما يبتدي يتقل معاكي الكريم شانتيه حطي لبن تاني، ضيفي له لبن وزودي السرعة، ضيفي لبن وزودي السرعة، هتلاقي الكمية معاكي زادت. من 2 معالق كريم شانتيه عملت كمية يعني كويسة. اهم حاجة ان انت تضربيه بالمضرب على سرعة عالية. في ناس بتعمله في الخلاط بس مش بيوصل للقوام المطلوب، يعني مش بيبقى حلو. اهم حاجة ان انت يبقى عندك مضرب وتضربيه بالسرعة العالية، وكل ما يبتدي يتخن معاكي ويتقل تزودي لبن وتضربي تاني على اعلى سرعة. هتلاقي الكمية معاكي ما شاء الله، يعني من كمية كريم شانتيه قليلة طلعتي كمية محترمة. يعني هنا بقى كده الكيكة بعد ما طلعت وسبتها تبرد خالص، قلبتها في صينية التقديم دي وهقسمها نصين. هحط من جوه كريم شانتيه.
هي طريقة تزيين بسيطة يعني، حاجة تفرحي بيها الولاد، مش لازم يعني الأفوارة بقى وقولك حطي طبقات وكريمات وحاجات الغريبة اللي احنا بنسمع عنها دي. دي بحاجة بسيطة فرحت بيها الولاد وحاجة حلوة يعني عاملاها لهم انتي بإيديكي، او جربوها والله طعمها حلو قوي. واهم حاجة ان انتي تعودي ولادك ان انتي تعملي لهم كل حاجة في البيت، ما نشتريش حاجة من بره. هي كده شلت الطبقة اللي فوق، احط بقى هنا شوية لبن، هسقيها شوية لبن عشان تطرى معايا شوية. اهو كده لبن بقى عصير عندك، يعني مش لازم الخطوة دي تعمليها بلبن اللي موجود عندك. هحط بقى كريم الشانتيه، بصوا الكمية معانا بقت قد ايه، ما شاء الله. اعملي الخطوة اللي انا قلتلك عليها دي هتفرق معاكي اوي. هبتدي بقى كده افرد الكريم شانتيه على الكيكة. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، يعني ايه تزيين على قد كده بس حاجة تفرحي بيها اطفالك، وبتبقى حاجة يعني مميزة لما تعملي انتي حاجة في البيت، بتبقى حاجة مميزة عن ما تشتري الحاجة من بره. احط بقى الطبقة التانية من الكيكة، بصي لو هتعملي كذا طبقة فوق بعض مش هتحطيها بالشكل ده، هتحطيها بالشكل ده وتحطي كريمة وبعد كده تحطي الطبقة اللي بعديها، لكن هي طبقتين بس هعملها زي ما انا وريتكم كده. يعني ممكن لو عايزاها عالية تعمليها على صينيتين، تعملي صينيتين كيكة وتقسميهم بقى وتعمليها كذا طبقة. هبقى اعملها لكم في فيديو برضو ازاي نعمل التورتاية كذا طبقة فوق بعض. وهنا كده هنزل بقى بصوص الشوكولاتة التحفة ده، عايزة اقول لكم ان انا بعشق الشوكولاتة. وهسيبها بقى كده هي تنزل على الجناب تتغرق كلها بالشوكولاتة. اهي هفردها وهي تنزل بقى مع نفسها كده على الجناب. كان طعمها حلو قوي يا بنات، جربوها وقولوا لي في الكومنتات لو طلعت الوصف معاكم حلوة وعجبتكم، اكتبوا لي في الكومنتات وهعمل لكم ان شاء الله حلويات كتيرة قوي انا بعرف اعملها في البيت، ووصفات كتير نتعلم مع بعض ونفيد ونستفيد من بعض. انا بقى كده حطيت الفورماسيه، مش شرط يعني لو ما عندكيش فورماسيه ممكن اللي هو الشيكوبون ده تجيبيه من المقلة من عند حد بتاع حلويات، شوكولاتة، بشر شوكولاتة اللي موجود عندك يعني او المتوفر عندك زيني بيه، مش شرط اللي انا بعمله يعني في الفيديو. بصوا بقى ده مكان الكاكاو بهدلة، بس هو ده بقى كان الشكل معانا النهائي. حاجة بسيطة كده وسهلة. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب اللي هو الاشتراك في القناة، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كده بقى بعد ما قطعتها شايفين تحفة.